everyone, with you Ms. Shaima Munir. Welcome everyone. Today, let's start with Connect Primary 2, Unit 5, Part 1. النهاردة معدنا عملها Connect الثانية today. الدرس الخامس الجزء الأول. Let's start with the new words. أول كلمة معايا النهاردة هي milk. اللبن, milk. Milk. Okay. Clock. الساعة, clock. 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 Bread. الخبز, bread. 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 Tea. الشاي, tea. Tea. Break time. الوقت الفسحة, break time. Break time. تعالوا نتعرف مع بعض يا أولاد على الديلي روتينز, الروتين اليومي اللي بنعمله كل يوم الصبح. هنا عندنا he gets up at 6 o'clock. هو بيصحى من النوم من الساعة 6 الصبح. شايفينه عامل ازاي؟ بعدين he goes to school at 7:30. بيبتدي يروح المدرسة الساعة 7:30. بعد كده he goes home at 2 o'clock. هو بيروح بيته وبيرجع بيته الساعة 2. He eats lunch at 2:30. هو بيبتدي ياخد الغداء بتاعه الساعة 2:30. هنا عندنا present simple tense, زمن مضارع بسيط, هنشرحه باختصار جدا زي ما موجود في الكتاب, لكن لو عايزينه بالتفصيل هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. الفورم بتاعته مع singular المفرد he she at, الفيرب بيجي وراهم نحط s او es او ies, ده مع الهي والشي والات فقط. الفعل بنحط في نهايته يا اما s es ies, ده مع المفرد. الفيرب بحط له s لما يكون ينتهي ب e, زي like بتبقى likes. نفتكر كويس جدا الكلام ده مع الهي والشي والات فقط. اوكي, طيب امتى بحط ال es؟ ال es هنشوفها بنحط لما يكون في نهاية الverb يا اما sh, ch, o, x, ss. For example, he goes to school at 8 o'clock. هو بيروح المدرسة الساعة 8. عندي go اخرها o هتطلعها es. اوكي, سهلة جدا وبسيطة. ده كان الدرس بتاعنا النهاردة. Thanks for watching and see you soon. Bye.